ومقيدهاش في لاسي ريساس ضيعتي السيدة فرزقها. شديتك من هاد المعلومات اللي عندك خاطئة. ربما نقول ابتسام تصيفط لك السيريس ديالها والفيش دو باي ديالها مقيدة في لاسي ريساس. اه وي ابتسام مقيدة وكتخلص. ولأنه شوف ماشي لأنه الزوجة ديالي ومن لا يعدل في أسرتي وعائلته ما يمكنلوش يعدل مع الناس. فعندها لأنه كتقوم بواحد الدور إكسترا أوردينير ولأنه واحد الوقت كان ما يمكن لهاش تخدم على برا وأيضا من أجل النفسانية ديالها وإن كانت ربما في غنى عليها ولكن من أجل النفسانية ديالها الإنسان ما كيشعر أنهم متبوع. حتى أنا لا لا لا, لا قلت فين هاد القضية ولاش ما دارش هاد القضية. فكنكون بحال هذاك المدير اللي كيدير الأعمال ديالو ماشي واحد كيدير فيك الخير وأنا عندي الطياب وعندي العجينة وعندي أمك ومشيت معهم السبيطار فين ما دارش لا ما كايناش هاد الهضرة. عندها مهمة كتأديها وكتخلص عليها وكتخلص عليها واكثر مني. واش اول مره زعنا اول مره كنعلن على هذا؟ نعم. وياش الصدفه لان حنا ضاحكين. لا واخا ضاحكين لا والله لا بالعكس جات صدفه في هذا السؤال هذا. لا لا بالعكس مثال كان عندها خلصه ديالها من وعندها ومقيده في لاسينيسيس. ما لا مقيدة قانون لا ما كاينش مقيده الحمد لله وكتقاضى الاجر ديالها شهريه فكتجيها كدير بها ما بغات والله لا اعرفها زعما ما كنحاسبش معها في هذه الحوايج.